خلص كله اللي عجبنا كلهم، والروح اللي لعبوا بيها سيبك من الفوز، الروح والاداء والاصرار والعزيمه، كل اللعيبه شكل اللعيبه البدلاء قبل الاساسيين، البدلاء دايما هم اللي بينزلوا يكسبونا في المباريات اللي فاتت كلها، مباراه النهارده كل اللي نزل ادى المطلوب منه الحمد لله وسد بشكل ممتاز جدا. فمبروك للشعب المصري كله باذن الله. برده بنقول للعيبه احنا لسه ما عملناش حاجه، لسه ما حققناش اي حاجه، وصلنا الدور قبل النهائي لسه ما خدناش البطوله، ان شاء الله نفرح بعد الفوز بالمباراه النهائيه باذن الله. بالتاكيد يا كابتن وائل حضرتك وكابتن عصام الحضري وكابتن محمد شوقي كنتوا بتتعرضوا لنفس الاجواء دي في بطولات افريقيا وشفتوا كاس افريقيا اكثر من مره، بالتاكيد بتنقلوا خبراتكم للعيبه. اكيد طبعا مرينا بالتجارب دي كلها، ودي من الحاجات الصعبه علينا كمنتخب ان احنا معانا لعيبه اول مره تلعب كاس افريقيا، اول مره تشارك في كاس افريقيا. انما الحمد لله المدرب والجهاز والستاف كله عامل مجهود كبير جدا، الجهاز الطبي، الجهاز الاداري، الجهاز الطبي عامل مجهود خرافي والله مع اللاعبين بشكل كبير جدا، عارف مع ضغط المباريات بيبقى بيقع منك لعيبه ولعيبه ما بتبقاش جاهزه 100%، فالحمد لله النهارده على المكسب، ونوعدهم ان شاء الله ان احنا نكمل باذن الله في طريقنا للنهائي في البطوله باذن الله. كابتن وائل صوتك رايح من النقاش مع الحكم؟ لا 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 طب ايه اللي حصل مع الحكم؟ لا ما حصلش حاجه الحمد لله امور عدت. كابتن وائل واضح ان الجهاز الفني كان ليه دور كبير جدا بين الشوطين، شفنا اداء مختلف 180 درجه، شفنا اداء يعني شفنا اداء منتخب مصر الحقيقي في الشوط الثاني. انا مش عايز اتكلم على الحكم في الشوط الاول، 30 دقيقه الاولين الحكم كان محجمنا تماما، محجمنا جدا جدا، وبانت في اكتر من لعبه وبانت في اكتر من حاله مقارنه بحالات النادي الاهلي، انما الحمد لله بحالات منتخب مصر، انما الحمد لله طبعا على الروح اللي اللعيبه ظهروا بيها والاداء المميز جدا اللي ظهرنا بيه، فيعني ربنا يكرمنا ونكمل ان شاء الله المباراه اللي جايه. يعني اوعد الناس ان شاء الله ان احنا نفس الروح ونفس الكفاح المباراه اللي جايه باذن الله، زي ما قلت ما عملناش حاجه لسه، هدفنا البطوله باذن الله، فاضل لنا خطوتين باذن الله ربنا يكرمنا المباراه اللي جايه ونوصل المباراه النهائيه.